الى افعال فساد. واللي كيثير الانتباه هي ان هذه الحالات في مجملها كتتعلق بالحصول على خدمات اللي عندها الحق فيها ماشي الامتيازات. وفي حين ان هذا التعرض ما كي يدفعش المسؤولين على المقاولة الى التبليغ او الشكايات الا في نسب قليلة، 6% بالنسبة للشكايات و 3% من التبليغات. والأسباب هي عدم النجاعة، الخوف من الانتقام إلى آخره، لغبخزاي إكسيتر. من بين كذلك العوامل اللي وقف عليها التقرير هو يعني أن هناك تركيز قوي ديال الاقتصاد المغربي. فمجمل المعاملات الإجمالي المصرح بها كيتبقى ان فقط 0.16% كتمثل 50% ديال هاد المعاملات، رقم المعاملات الاجمالي. وبالنسبه للضريبه على المقاولات 0.06% هي اللي كتحقق 50% ديال هاد التأدية ديال الضريبه على المقاوله. وهذا كيدفع الى مؤشرات اخرى امامكم يمكن نرجعوا لها الى ارتأيتي ذلك. وهذا كيجعل ان ضروره العمل على تقويه الانصاف والعداله الاقتصاديه والاجتماعيه في جميع المجالات. القسم الثاني اللي كيتعلق لان ملي كنوقفوا على هذا التشخيص بوضعيه اللي كتبقى مستمرة في عدم أنها غير مرضية وباستمرار، كدفعنا باش نتسائلوا على السبب. رغم أن هناك مخططات حكومية، هناك استراتيجية وطنية تم إطلاقها في 2015، وهناك تشريعات اللي تم يعني إرساءها إلى آخره، دونك كاين إجراءات متعددة ولكن النتيجة كتبقى. وهذا اللي جعل الهيئة منذ 2019 باش تشتغل على تقييم يعني في الجوهر وبكيفية دقيقة للسياسات العمومية، وخاصة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لأن هي السياسة اللي قائمة منذ ما يقرب 10 سنوات. فالملاحظ هي أن هذه الاستراتيجية وضعت أهداف يعني واضحة وترتكز على مؤشرات. أولا مؤشر مدركات الفساد، كان من المفروض أننا 2025 يعني السنة المقبلة نوصلوا إلى 60 نقطة على 100 عوض 37 على 100. اليوم في آخر 2023 لم نحقق إلا نقطة واحدة عوض 23 نقطة زيادة. وبالنسبة للمؤشر التنافسية العالمي، كان من المفروض نحقو زائد 25 في الترتيب، يعني نحسنو الموقع ديالنا 25 درجة. تراجعنا في المقابل، تراجعنا ب5 درجات، نفس التوجه بالنسبة لمؤشر سيادة القانون اللي كان من المفروض أننا نحقو 25 رتبة في التقدم، تراجعنا 32 درجة. المؤشر الوحيد اللي تم فيه تقدم هو مؤشر ممارسة الأعمال اللي تخلى عليه البنك الدولي في 2021، اللي المغرب كان تقدم فيه ب 20 نقطة عوض 25، ولكن تقدم اللي ملموس واللي مهم. التقارير كتبقى كتمشي في نفس الاتجاه، أن من ناحية ديال المجال الاقتصادي إلى حد ما المغرب عنده واحد الوضع اللي إيجابي. تقييم ديال الهيئة كذلك يبرز نواقص جوهرية، لأن انطلاقا من هذا يعني اللي وقفنا عليه، هذا ما هو ملاحظ التقييم اللي قامت به الهيئة. أولا
في 2019، بحيث أنها صدرت تقرير ديال تقييم مدقق واللي تقدمت به أمام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الحكومة في اجتماع الثاني والأخير. منذ ذلك الوقت ما كانش هناك اجتماع آخر، واللي تم تبنيه كورقة توجيهية، يعني اون في دو روت مستقبلا لهذه الاستراتيجية. ومن بعد هذا التقييم اللي قامت به الهيئة، فسنويا كيكون تحيين وتدقيق وتعميق التقييم ديال هذه الاستراتيجية والوقوف على الإنجازات وكذلك على الإخفاقات. ومن بين النواقص الجوهرية هو أن هناك تغطية غير كاملة أو غير عميقة بما فيه الكفاية المواضيع الأساسية، مستوى غير متجانس لدقة المشاريع، كاين مشاريع مهمة ولكن ما فيهاش تدقيق، ومشاريع أقل أهمية واللي كيتعطاها حيز أكبر. هناك حكامة وإسناد ضعيف، بحيث أن تكلمت على أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لم تجتمع إلا مرتين خلال ما يقرب 10 سنوات، في حين أن كان المفروض أنها تجتمع مرتين كل سنة. بالنسبة للديكري ينص على اجتماعين سنويا، تنفيذ قطاعي، وهذا مسألة من مسائل الجوهرية في عدم التقدم في النتائج، هي أنه ما يمكنش في مجال من هذا النوع أن يكون العمل قطاعي مجزأ ويعني أنسيلو. هذه بعض النواقص الجوهرية، وفي التقرير كتلقاو أكثر تدقيق في هذا المجال. مقابل هاد النواقص، الهيئة تقدمت ب يعني توصيات، اولا هو يعني كل نواقص هنا كناخذوها بكيفية اكثر تدقيق. عدم احترام النهج المنهجي، عدد كبير جدا من المشاريع بدون صلة حقيقية، ضعف الحكمة، وهذا مسألة اللي أساسية، وغياب تفعيل آليات التنسيق وقيادة البرامج. بالمقابل هناك إنجازات أكيدة، يعني أن ما يمكنش نستهنو ما تم إنجازه، ولكن هذه الإنجازات في غالب الأحيان ما كتمشيش المستوى أنها تنتج الآثار، وهذا ما كيعنيش بأن تلغى الأهمية ديالها، بل كيستدعي أننا ناخدوها ونعزوها ونقويها ونجعلها أنها تأخذ طريق صحيح. إجراءات مجزأة، وكاين غياب بعض العناصر ذات أهمية، يعني أهمية خاصة، وهي مثلا الحياة السياسية والانتخابية لم يتم التطرق إليها في هذه الاستراتيجية. وهناك بالمقابل ديال هذه النواقص هناك يعني توصيات لتجاوزها، واللي كان تم كما تم الإشارة إلى ذلك، تم تبنيها من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. وبعد ذلك كانت واحد الدينامية خلال 2019، بحيث كانت اجتماعات مهمة، أزيد من 10 اجتماعات على مستوى الوزراء المكلفين بالبرامج برئاسة مشتركة مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وكانت واحد الدينامية اللي مشات في اتجاه ديال تصحيح المسار ديال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أن الكوفيد وعوامل أخرى جعلت أننا نتراجع على هذه الدينامية ونرجع إلى المقاربة القطاعية أنسيلو. من انطلاقا من هذا التشخيص ومن
التقييم الدقيق والوقوف على الإنجازات والوقوف على النواقص، وكذلك انطلاقا من الأوراش المتعددة اللي تكلمت عليها زيد من 40 ورش، الهيئة اشتغلت باش تبلور الاقتراحات ديال التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته مصحوبة بالآليات والتدابير الكفيلة بتوجيهها وتنسيقها وتنفيذها. إذن انطلقنا كيف تكلمت على ذلك من التقييم، وأولا العامل الأساسي أننا ما ننطلقوش من الصفر، هو أننا نستثمر الإنجازات والمخرجات اللي وصلت لها الهيئة في التقييم بطريقتين. الأولى هي أننا نحد المشاريع والإجراءات اللي كتوفر على أثر محتمل قوي ونتمنوها ونقويوها. وهناك نعطي مثال تكلمت عليه قبل قليل، هو تبسيط المساطر. هذا مجال أساسي لتحسين الخدمات من ناحية ديال يعني لا كاليتي، ولكن الشفافية ديالها والوضوح في العلاقة ما بين الإدارة والمرتفقين. هذا مثال اللي كيستلزم أننا نقوم بخطوات إضافية باش نوصلوا للنتيجة. والأمثلة متعددة، هناك العشرات من الإنجازات اللي يمكن أنها تتمن وتقوى. هناك كذلك وقفنا على مشاريع وإجراءات إما ما تمش الإنجاز ديالها أو تم إطلاقها في توجه اللي ما عمره يعطي نتيجة، وبالتالي ضرورة ديال إعادة تفكير فيها وإعادة الهيكلة. وهذه من بين المواضيع اللي خصات الأوراش اللي تكلمنا عليها باش نعطيو نظرة يعني تكون أكثر التوجه نحو الأهداف وأكثر ضمان للوصول لهذه الأهداف. وقفنا عليها في بعض الأوراش وكيمكن نرجعوا لها بعد قليل. هذا المجال الأول انطلاقا من استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كيفاش غيمكننا نبنيو على المكتسبات باش نمشيو في استراتيجية من جيل جديد. الأوراش المتعددة اللي كيمكن سواء في مجال التربية أو في مجال الاقتصاد أو في مجال تحسين العلاقة ما بين الإدارة والمواطنين، أو في مجال التحول الرقمي، أو في التشريعات اللي من شأنها التشريعات والإجراءات اللي غادي تفعلها لتجفيف بؤر الفساد، سواء الإطراء غير المشروع أو إعادة توجيه تصريح الإجباري للممتلكات إلى آخره. هذه الأوراش كاملة كنجعلوها كقاعدة صلبة من لهذه التوجهات الاستراتيجية لضمان تحقيق الفعالية وتحقيق الأهداف. وانطلاقا من هذه المداخل الاثنين، المدخلين الاثنين، نتائج تقييم الاستراتيجية والأوراش اللي قامت بها الهيئة، كيتم هيكلة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة اللي كانت مبنية على 6 ركائز أساسية وركيزتين مصاحبتين اللي كيمكن نلخصوها بسرعة. في الركيزة 6 ركائز، كاين 3 منها هي أساسية في الأبعاد ديال التوعية والوقاية ومكافحة الفساد، هي التربية والتكوين والتوعية. وكاين مشاريع متعددة في هذا المجال انطلاقا من استراتيجية بيداغوجية للتربية والاجتماعية التربية، وكذلك على المستوى ديال التكوين الاجتماعي. لهذه الاستراتيجية كتعطينا مشاريع متعددة اللي كتوجه يعني دي بوبولاسيون سيبل، يعني
ديالها هي اتخاذ القرارات بخصوص ملفات الشكايات والتبليغات والإجراء والمعلومات اللي كتوصل للهيئة بخصوص شبهات الفساد. ففي هذا الإطار التقرير يعني كيبرز أن الهيئة خلال هذه السنة الأولى ديال الاشتغال ديال اللجنة التنفيذية وديال الهيئة في هذا المجال توصلت ب 85 شكاية وتبليغ، أكثر من 85% من مجموع ما تم دراسته من شكاية كان غير مستوفي للشروط القانونية، إما لانتفاء الشروط الشكلية أو لكونها لا تدخل ضمن مهام الهيئة لعدم تضمنها ما يكفي من المعطيات إلى آخره. وهذا كيثير الانتباه ديالنا إلى ضرورة مواكبة هذا المجال من أجل مساعدة المشتكين والمبلغين باش يكون عندهم الأسس ديال تقديم الشكايات والتبليغات ديالهم في يعني ملائمة مع القانون، وباش يمكننا نجعلوا هذا التبليغ والشكايات كآلية من الآليات ديال مكافحة الفساد، والهيئة واعية بضرورة ديال تطوير هذه الآلية. القسم الخامس وقبل الأخير هو أنشطة التعاون الوطني والدولي على المجال. في مجال التعاون الوطني كمثال، هناك اتفاقية مؤطرة وعندها واحد يعني طابع مرجعي بالنسبة للمجالات الأخرى والقطاعات الأخرى، هي هذه الاتفاقية اللي تم العقد ديالها مع المقننين ديال القطاع المالي، بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرسامل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطات، اللي عرفت تطورات متقدمة. و 2023 كان فيها يعني خطوات جد هامة، واللي عرفت دخول حيز التنفيذ من بين الخطوات دخول حيز التنفيذ لا ديريكتيف ديال بنك المغرب اللي كتجعل يعني الزامي وضع نظام مكافحه الفساد في الابناك اللي في الابناك، واللي كيخص يكون هذا النظام يعني ملائم يعني سيرتيفيه في الابناك اللي كيتعدى القيمه ديال المعاملات ديالها 50 مليار درهم. على المستوى الدولي الهيئة تم يعني تعزيز التعاون والشراكة مع منظمات والمبادرات الدولية، سواء بالنسبة للجنة المستقلة لمكافحة الفساد أو مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن، مع إبرام اتفاقية تعاون مع كل من البنك الدولي واللجنة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد في جيبوتي، وكذلك الهيئة ترأسات الوفد المغربي المشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، وقامت بتتبع الاتفاقيات المكافحة الفساد المصادق عليها من طرف المغرب. القسم السادس الأنشطة الوظيفية، انفتاح الهيئة على محيطها العام بالورد خريطة طريق رقمية، تدبير حضور الهيئة في مختلف المنابر الإعلامية، توظيف الموقع الإلكتروني للهيئة إلى آخره، وممكن نرجع لهذا الشيء في النقاش إلى ارتأيتي. وذلك آلية تجويد العمل وتعزيز وتحيين نظم المعلومات، إعداد دليل كامل ومندمج لمساطر عمل الهيئة، إنشاء مركز خبرة إلى آخره. بالنسبة للنهوض بقدرات الدعم بالهيئة، تم توظيف 25 إطار في 2023، من بينهم 10 ديال المسؤولين من مختلف الدرجات. بالنسبة التقارير المصاحبة بعجالة، كان تقرير هناك تقرير كيتعلق بالالتزامات الدولية للمغرب في إطار مصادقته إلى اتفاقيات مكافحة الفساد. الهدف العام ديال هذا التقرير هو تأسيس فهم موضوعي للالتزامات المملكة في إدار مصادقتها على اتفاقيات مكافحة الفساد، سواء الاتفاقية الأممية أو الاتفاقية العربية أو الاتفاقية الإفريقية.
وكاين الاهداف من هذا التقرير هو تثبيت الفهم الموضوعي للابعاد ديال هذا الابعاد المشتركه ما بين الاتفاقيات الثلاث، وكذلك ما تتفرد به كل اتفاقيه على حده. هذا التقرير كيمثل مرجعيه بالنسبه لجميع الفاعلين، سواء بالنسبه للمشرع او بالنسبه للهيئه نفسها او بالنسبه للقضاء، باش يمكن له ياخذ بعين الاعتبار، لانها هي ملزمه ياخذ بعين الاعتبار في الاجتهادات ديالو الى اخره. بالنسبه للتقرير الثاني الموضوعاتي المتعلق من اجل تاصيل منظور تأطيري لأفعال الفساد في ضوء القانون رقم 4619، من المهم أننا نرجع للمادة 3 ديال القانون 4619 اللي كيحدد مجال المفهوم ديال الفساد بصفة عامة، واللي هو مفهوم واسع. الهيئة وقفت على أفعال الفساد في هذا التقرير، أفعال الفساد اللي عندها طابع جرمي اللي في القانون الجنائي، يعني سواء في القانون الجنائي او في قوانين خاصه. وهذا التقرير كيمثل مرجعيه لجميع المتدخلين بدءا بالهيئه، ولكن بالنسبه للمحيط كافه اللي كيشتغل في مجال هذا، باش يكون عندنا مرجعيه ديال افعال الفساد، المقومات ديالها، كيفاش التحديد ديالها، وكيفاش التعامل ديالها، وشنو هما الجزاءات اللي كتنحذر منها. وشكرا على حسن تتبعكم.